مشاهدينا بحلقتنا اليوم من جلسات شبابيه، مثل ما تشوفون هذه تجهيزات ما قبل التصوير، ما اعرف ليش محمد جالس مع الفرقه الموسيقيه، عقب شوي بنعرف اكثر وبنستفسر، عقب لحظات بيبدا برنامج جلسات شبابيه والسهره الفنيه، خليكم ويانا. مرحبا فيكم مشاهدينا ومرحبا فيك يا مروه. هلا محمد، شحالك؟ والله اليوم الحمد لله تمام، نفس ما تشوفيني مبتسم ومتحمس وايد. محمد شو سويت مع الفرقه الموسيقيه اليوم؟ صراحه تعلمت كيف امسك العود. كل هالوقت علشان تمسك العود؟ ترى طبيعي الواحد ما يشتي يبتدي من اول السلم، لازم حبه حبه يعني. ان شاء الله اتمنى لك التوفيق. محمد شو رايك نعرف مشاهدينا على فكره البرنامج مره ثانيه؟ تفضل يا مروه. مشاهدينا برنامجنا عباره عن جلسات شبابيه غنائيه، معانا فنانين شباب عندهم اصوات فعلا واعده وموهوبين، اكيد بنستمتع باغاني حديثه وايضا تراثيه وطنيه، ومعانا فنان له باع طويل في عالم الفن. واضيف عليك يا مروه ان برنامجنا ما يعتمد على التصويت ولا على شيء، انتم بروحكم تدعمونهم عن طريق محبتكم لهم وعن طريق مواقع التواصل الخاصه بالبرنامج واللي الحين تشوفونها على الشاشه، واهم هدف للبرنامج هو احياء الاغنيه الاماراتيه وتوصيل الاغنيه الاماراتيه لاكثر عدد ممكن ولمحبين الفنانين موجودين معنا. اكيد. والحين يا مروه بنرحب بالفنان الموجود معنا الملقب بصوت الاصاله، فنان طارق المنهالي، مرحبا فيك يا ابو تركي. مرحب باقي، الله يطول عمرك. الله يخليك، نورتنا بوجودك صراحه. نور نورك يا ابوي، مشكورين على الاستضافه، بالعكس الشباب كلهم منورين وانتم. الله يخليك. ما عليكم خاف ان شاء الله. الله يخليك، الله يخليك. والحين بنرحب اكيد بالفنان طارش الهاشمي واللي بيكون معنا طيله اكيد حلقات البرنامج وايضا بفرقتك الموسيقيه. هلا فيك طارش. يا هلا وسهلا، احنا سعيدين جدا. يا هلا. نتواجد معاكم بعد كل حلقه. ونرحب ايضا يا مروه فنانتنا بدريه، مرحبا وسهلا فيك يا بدريه. مرحبا وسهلا فيكم. ومعنا ايضا اليوم الفنان الصاعد صالح الشحي، اهلا ومرحبا فيك. اهلا وسهلا فيكم. وشكرا على هذه الاستضافه الجميله. الله يخليك. خبرونا عن انفسكم بدريه، بدايه مع بدريه اكيد ليديز فيرست محمد. ما عندك مشكله، تفضلي خذي راحتك. كبدايه كانت بدايتي في 2007، قدمت البوم وكان الالبوم فيه 10 اغاني تقريبا، واسم الالبوم اجرح. اجرح. ايه اجرح. فكانت البدايه حلوه، ان قدمت 10 اغاني من عده شعراء، عده ملحنين، سواء في الامارات ولا برا الامارات. نعم. الملحنين بعد سواء اللي في الامارات ولا برا الامارات، فكان شغل وايد حلو حبيته. انه لين ما زالت الاغنيه لين يومك هذا الناس يسمعونها. يعني عندهم اطراء، يعني لو عرفوا كنت بدري. كنت راضيه عن الالبوم؟ اي راضيه الحمد لله. الحمد لله. يعني اذا عرفوا بدري بيعرفونها من اغنيه تجرح. الحمد لله. صالح خبرنا عن بداياتك. والله بداياتي كانت في العائلة، عند العائلة ما شاء الله، يعني عندي خالي الفنان أحمد الجلاف فنان شعبي، كل ما أروح عند البيت وكنت صغير أشوف العود وأمسك العود ويعصب لأنه ما أعرف أعزف عن ينكسر وهالحركات، وبدأ الموضوع في المدرسة عاد، بديت أتعلم الأورج. بعد ما خلصت من الأورج في المدرسة وخلصنا الثانوية خلاص عاد بديت أجرب في العود كيف ما كيف، لحد ما تعرفنا على أستاذنا الكبير عازف القانون محمد الملا، وارشدنا على بعض وكيف نعزف العود والنسخه ويا الاورج، ويعني المقام مع العود وكيف نوتره وكيف نوزنه والمفاتيح السولو ما سولو، قصدي الدور ويمي فا صولا سي، هذه الاسلام الموسيقي. فبعدين بدا التطور عاد، لاني حد اعطاني نبذه، اول انا اتعلم بنفسي يعني الاساسيات، يعني اساسيات بالضبط. اول ما كانت عندي مجرد هاوي سمع اعزف يعني، فبعدها صار الموضوع هالشكل. وعقب عارف انت مجتمعنا في حربيات واشياء تراثيه وما تخلى الدوله من هذا الموضوع، فانا عضو في الفريق الموسيقي لفرقه المزيود الحربيه، ومن هنا عاد بدا المشوار وبدا التطور لحد ما الحمد لله على كل حال. الله يوفقك ان شاء الله يا صالح. محمد بديت في الموسيقى في المدرسه في النشيد الوطني عيشي بلادي ولا لا؟ علشان كلنا عارف ان بدينا شيء صح؟ انا صراحه يعني كنت اسمع بس ما اعرف لا دقها لا موسيقى ولا دقها لا عود. مو ما بديت والله، انا حبي موافقني الراي من البدايه. إيه حبي يعني بدايه الموسيقى بديت احبها من الابتدائيه صراحه، كلنا من النشيد من الوطني الموسيقيه يعني. نسالك فنان طارق بس تخبرني عن منو اللي لقبك بصوت الاصاله؟ والله اولا احب امسي عليكم وعلى المواهب، اتمنى لهم التوفيق، اختي واخوي الكريم، وتحيه لطارش الهاشمي وفرقته، لهم اجمل تحيه، ولكم طبعا الكادر وكل اللي وراء الكواليس.
صوت يعني صوت الأصالة لقب لقبني يا أستاذ بيت العود العربي العازف الشهير نصير شمة الله يعطيه العافية، لأني أنا من طلبة بيت العود أكيد العربي أكيد نوجه له تحية التابع لهيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة، لازلت من أحد طلبتهم، وربي لك الحمد في أحد الحفلات غنيت الفنان العرب محمد عبده وأعجب بأداء أستاذ نصير، وكان لأحد طلبة بيت العود الحفل، وكان لأول مرة يقدم ناس يغنون، بالعادة بيت العود يقدمون عازفين وليس مطربين يعني، وأنا كنت عازف في هذيك الساعة، بعدين كنت بقدم، قلت أستاذ نصير عندي شيء أريد أقدمه دام أن الجمهور بهالعدد في مسرح الكاسر، مسرح كاسر الأمواج. بداياتك كانت كم بتركي في أي سنة بالضبط لو تذكر؟ والله أنا أعزف وأغني من عمري 12 سنة، ونحن كقبيلة المنهالي ما شاء الله تبارك الرحمن وايدين في الوسط، وايدين ايه ما شاء الله الأصوات الجميلة ما شاء الله عندنا غنينا عن التعريف صراحة ما شاء الله. فأنا بديت من عمري 12 سنة، بس اللون اللي أنا بديته ما كان شعبي للأسف، أنا اللون شوي كنت مايل على محمد عبدو الطرب الأصيل، كنت وايد أحبه، محمد عبدو، طلال مداح، عباد الجوهر، تعلقت شوي بأسامي شوي على مستوى العالم العربي ضخمة. نعم. مروة شو رأيك قبل ما يغنون الفنانين؟ يلا لازم نسمع بوتركي يغني لنا ويسمعنا صوته طيب الصوت الأصيل إن شاء الله. أنا حاضر الله يعطيكم العافية، نسمعكم أغنيتي الجديدة فرحة العيد اللي نزلت في العيد اللي فات عيد الأضحى، وأتمنى للشباب من كلمات منو يا بوتركي؟ كلمات الشاعر خالد المزاد، شاعر وصديق لي وحبيب قلبي، نوجه له المملكة العربية السعودية، ألحان الملحن والفنان وسام سليمان، وتوزيعه أيضا هو والأستاذ حسن شريف أو شريف حسن، أتوقع نسيت ترى الاثنين اللي اشتركوا في التوزيع، ما عندك مشكلة يسامحوني إذا طلعت الأسامي، وغنائي أنا تفضل. ولدكم الصغير أو أخوكم الصغير طارق، نتشرف فيك. فرحة العيد يا الله شخص حبته يا غاية الروح يا سيد المزايني، حبيت عايدك بعد شعر سويته، دام المسافات ما بينك وما بيني، حزن خايم على صدري وبنابته، ايشين يوم الفراق اللي بكيني، وقتي بدونك يا سيد الناس مليته، تعالي شف غيبتك كيف اثرت فيني، فرحة العيد يا الله شخص حبيته، يا غاية روح يا سيد المزايني. يا فرحتنا فيك يا ابو تركي بصراحة. هي الأغنية كانت للعيد اساسا ونزلت في الإذاعات وفي المحطات، ربي لك الحمد. واحنا بصراحة نقول بعد يا فرحتنا في العيد. والحين لفنانيننا الصاعدين، محمد شو رأيك؟ بالضبط، نتفضل معاه. أول فنانة معانا فنانة بدرية، سمعينا صوتك إن شاء الله اليوم. إن شاء الله. شو بتغني لنا؟ بغني لك الحين لا تذكرني، أغنية ميحة حمد طبعاً، أنا من معجبين ومحبين ميحة حمد وايد. تفضلي. Thank you.
لا تذكرني بحبك يا غلاتي، ولا تذكرني بماضيك الجميل، بصدى ذكراك بقذر حياتي، مستحيل أحب غيرك مستحيل. بكتب لك وصاتي، إن غديت اليوم في حبك قتيل، أرشدك بالله ليه طفت برفاتي، لا تخلي دمعت عيونك تسيل. يا حبيب الروح بكتب لك وصاتي، إن غديت اليوم في حبك قتيل، أرشدك بالله تفتبر فاتي، لا تخلي دمعت عيونك تسيل. لا تذكرني بحبك يا غلاتي، ولا تذكرني بماضيك الجميل، في صدى ذكراك بقذر حياتي، مستحيل أحب غيرك مستحيل بدرية. صراحة صوت وإحساس. تسلم. الله يخليك. أنا حسيت شوي أنت لهني صح؟ يعني مع بدرية؟ منافسة الحين؟ أنا تقريبا اخترت بدرية خلاص فريقك بدرية. اليوم؟ بدرية حسين. إنزين. أنا اخترت بدرية، أنت شو رأيك عنها؟ الحمد لله. أستاذ طارق عيب صوت بدرية. أحسنتي. تسلم ما تقصر من ذوقك. يعطيك العافية. نحن مع كل المواهب الشابة بالعكس. أكيد. أنا عمري في حياتي ما قلت عن حد. إلا أنه إلى الأمام، كل إنسان يبدأ لازم أنه يتعب لين ما يوصل، وبإذن الله أنهم بيوصلون إن شاء الله. الحين نشوف صالح. الحين صالح فريقي صح؟ أوكي خذي ما عندك مشكلة. صالح الشحي يلا تفضل. والله أنا بسمعكم شوية ونذكركم في الماضي القديم. تفضل. أغنية تراثية إماراتية من أغاني بروغة، كلمات سالم الجمري، وإن شاء الله أتنان على إعجابكم. تفضل. بعنوان جزاك الله يا ناسي ظنينك. تفضل. Thank you.
ما شاء الله عليك صالح، عجبني احساسك وايضا صوتك وايضا الاغنيه. شكرا. احسنت. شو محمد؟ شكرا. يعني شو محمد؟ بصراحه انا اشم ريحه منافسه. منافسه؟ تنافسيني ولا شو؟ منافسه؟ بس الحين انا مع فريقي، خلاص انا مع صالح. شوي بقول لك شيء، انا مع بدريه، بس بصراحه لا صوتي ولا صوتك. صوت؟ اوكي، بس شوف خذيت بدريه؟ انا باخذ حصه الاسد، الاستاذ طارق وايضا خلاص انا البدريه والاستاذ طارق. شو رايك؟ انزين خلاص. وقبل ما نطلع فاصل شو رايك؟ نرجع لي فريقك بدريه. بدريه يلا. بدريه شو بسمعينا ان شاء الله اليوم؟ احبك يا نظر عيني من كلمات علي بن الرحمة الشامسي ومن اغاني ميحه حمد. ميحه. أكثر من حياتي وسوم الروح لجلك واشتريها، أحبك يا نظر عيني غناتي، وأحب الأرض اللي تمشي عليها، وأحبك حتى أكثر من حياتي وسوم الروح لجلك واشتريها. بدريه بصراحه صوتك سلطني اليوم. سلمك يا ربي. انزين يا سلطان خلينا نطلع فاصل.
نطلع فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل ومن بعدها نواصل وياكم. رجعنا لكم مشاهدين بعد الفاصل، والحين مع أكيد ضيوفنا الأستاذ طارق المنهالي وأيضا بدرية وصالح وفريقي. صالح وفريقك؟ وفريقي بدرية. بدرية والحين مكملين بالتحدي والمنافسة. شوفي مروة، قبل فاصل سمعنا أغنيتين. نعم. مرتين بصوت الفنانة بدرية ومرة بصوت صحيح. صالح، بس خلينا شوي نتقرب أكثر من بوتركي. بوتركي خبرنا عن بداياتك. أنت في بداياتك مساء قلت أول برنامج قلت أنا 12 وأنا عمري 12 سنة بديت يعني أتقرب من الفن، وكان الناس اللي تتقرب لهم أكثر اللي هم أصحاب الأصوات القديمة، يعني الأصوات العربية القديمة. صحيح. محمد عبدو، جابر جاسم، ميحد زاسمعلى أيضا، كل ما هو قديم كل ما يحمل شيء اسمه التخت العربي كان يستهويني. بوتركي، بس ما تلاحظ ان الحين خلينا نتكلم الحين وقبل، حتى الطفل يوم يكون في مراحل الصغيره ما يميل للغناء، انت شو اللي خلاك تميل؟ شو اللي شجعك؟ ولا يعني حد كان قريب منك حواليك؟ والله شوف بخبرك شغله اخوي، الغناء احيانا الواحد ينطرب بينه وبين نفسه فيستهوي صوته بالاول، هي مرحلتين ترى. بس في الصغر، في الصغر بعد ايضا في الصغر تستهوي صوتك، بس توصل لمرحله يكون ربعك اللي يمك، ربعك في المدرسة، ربعك في البيت، أبوك أمك. أنا مثلا اللي شجعوني مثلا هلي، يعني عائلتي أبوي وأمي كانوا دائما، أبوي مثلا من الناس اللي كان يحب الطرب الأصيل، كان يقول لي تعال طارق سمعني. أول ما بديت أعزف عود أنا كنت أعزف دائما أمام الوالد، يعني من عمري 14. والوالد هل بعد يعزف عود؟ لا ما يعزف، ولكن هاوي للطرب الأصيل. توصل المرحلة الثانية اللي هي بعد ما تستهوي صوتك، يستهويك يمكن يكون غلط ترى، أحيانا يكون صوتك نشاز بس يستهويك انت لحالك، انت بروحك يعني. إيه مع نفسك لما يكون اللي ينبك يعني غطوا عليك وعطوك يعني مرآة لك انك صوتك ترى ابتعد لا تغني، تبتدي تخف المعنوية هاي اللي تستطرب فيها. النقطة الثانية هي الاعجاب اللي حواليك، ربعك اللي حولك يقول والله صوتك حلو سمعني غني، تبتدي انت تسأل الناس وانت صغير تقول صوتي حلو. شفت الطفل لما يكون عمره 12-13 سنة يتريح يقول الله صوتك جميل، صوتك حلو، أديت أبدعت. توصل لهالمرحلة لين ما تصل لمرحلة، المرحلة الفنية هي صراحة مرحلة بداية ومنتصف، ما في هي النهاية، يعني النهاية نهاية في لا مقاطعة في كلامك. أنت توك يوم غنت بدرية وغنى صالح حمستهم وقلت لهم بالعكس صوتكم حلو. نعم. فأنت تحس أن في هذه المرحلة الفنان يحتاج تشجيع مطلوب أيضا، ولازم يعودوا أنفسهم ترى مرارة الهزيمة بعد لازم الفنان يتعود عليه، لازم يكون لك يعني أشخاص وجمهور، من تكون لك شريحة جمهور يعني شريحة جماهير، ترى لكل فنان زمرة تحبه وزمرة ما تحبه. ما تحبه بالضبط. يعني أنا بالنسبة لي الفن مثل العين تهوى، والأذان تختلف طبعا، والأذن إيه أنا الأذن تهوى مثل ما تهوى، يعني مثل ما تعشق أنت شيء تأكله لسانك تذوق حاسة اسمها حاسة السمع. فيمكن أنا إذا عيبك صوتي يمكن ما يعيب غيرك، هذا شيء وارد يعني. فلا تتضايق إذا حد قال لك مثلا أنا ما أعجبت باللي سويته أنت، أنت لم تخلق من أجل إقناع كل الموجودين صح. في هالكون انت لازم تقنع الناس اللي استهوك انت، هذه نصيحه لكل الشباب يعني، ويحاول دائما يطوروا من انفسهم. استاذ طارق، في بدايه الحلقه خبرتنا عن ان التحقت ببيت العود. نعم. واكيد تتلمذت على يد الموسيقار الكبير نصير شمع. نعم. ولا زلت تتلمذ. نعم. على يد الاستاذ فيصل الساري، استاذ عازف عود اماراتي ايضا في بيت العود العربي، وعلى يد نصير شمع والدكتور. نعم. فتح الله احمد. خبرنا ماذا اضاف لك الفنان والموسيقار الكبير، اكيد هو مؤسس بيت العود. نعم. ماذا اضاف لك فنيا؟ والله اضاف لي الشيء الكثير، يعني انا اول ما بديت اغني اول اغنيه، يعني انا اول ما دخلت الوسط الفني قدمت اغنيه اسمها امارات الوفا، كانت وطنيه. نعم. طبعا استشارات الناس الدكاتره والفطاحله في الوسط الفني اللي يفوقونك عمرا وعلما مطلوب، وهذا انصح أحيح. فيه اخواني يعني دائما حاول تشاور شخص ذو خبره عشان في الاخر ما تتلوم في نفسك انك يعني تتحسف انك قدمت شيء يكون محسوب لك، محسوب لك. نعم. ويقلل مش ايجابي، يقلل من المستوى، ممكن يقلل من ايجابيه عملك وبعدين تندثر. ان في ناس وايدين قدموا اعمال وفشلت وفشلوا معه، وهذا غلط. وايد فنانين العظماء منهم يوم قدموا اعمال
وكان لهم سلالات قوية ناجحة بدون ما أذكر أسامي. نعم. فجأة يكون نزل عمل يقصد شريحة معينة في المجتمع فقط، هو اللي يريد يوصل له، هو ما فكر في الناس الثانيين. أكبر شريحة. أيه، ولكن هذا أي فنان صحيح. في الدنيا يتعرض له. نعم. أنت خلقت من أجل أن تقنع أناس معينين وليس كل الناس. بالضبط. نعم صحيح. بدرية بس لو تخبرينا شو أحب الألوان اللي شو أنت تغنين يعني؟ أحب الكلاسيك وايد، يعني شيء هادي أحب أسمعه، ما أحب الضجة وايد في الأغاني، يعني شيء بسيط يكون حلو. فدايما يعني إذا بتشوفني بلاحظ يعني بغني أي غنية، أول ما بقول بغني غنية بتيجي على بالي منو؟ نوال الكويتية. وايد أحب أسمع لها، وايد أحب أغني لها، يعني أغانيها تجذب الروح من الداخل، فيها احساس، وانت بعد عندك احساس، في اشياء مشتركه. من شي انا قلت اني انا صدمت على صوته اليوم، انا عشان شي قلت لك مساعي صدمت على صوته، وقلت اجويه فريقي انا. صحيح. اختياري ترى دقيق شوي غير عن اختيارك. صالح خبرنا اكثر ايضا شو الالوان اللي تفضلها او الالوان اللي تحب انك تغنيها. والله انا اغني شعبي، ولكن قبل اغني شعبي ما كنت يعني اسمع الشعبي وهذا تراث، ولكن انا اكثر احب يعني اسمع لراشد الماجد. نعم. مقام الكورد هذا يعجبني كثير، واسمع بعد فرق غنائيه مثلا. مو بشرط اني اعزف عود، يعني اسمع اشياء عود فقط، في اشياء اسمعها انا سريعه وهاديه، ولكن مثل ما تقولي نحن البيئه اللي عشنا فيها تحب الشعبي. صحيح. يطلبون منك اغنيه يعني تراثيه مثلا، فانت لازم انك يعني تلبي طلب اللي مثلا الجمهور الموجود في. نعم. اي حفله مثلا، وبالعكس الاغنيه يعني تراثيه جميله جدا، ولكن مثلا في السياره كذا انا احب اسمع راشد الماجد وايد، والفنان ميحة حمد الفنان الكبير يعني يعجبني. نعم. قديمه وجديده. صحيح. لكن مثل ما تقولي في بعض الاشياء يعني انا اسمعها بس ما اعزفها يعني. صالح شو رايك الحين تسمعنا اغنيه بصوتك ان شاء الله؟ والله بسمعكم شيء وطني. ايه. يستاهل الوطن. ايه. الوطن على الراس اكيد. اكيد. وهذه اغنيه صراحه مسموعه. الفنان فاضل المزروعي عجبتني جدا، وان شاء الله تنال على اعجابكم، من كلمات محمد عبد الله الخاطري. تفضل. فوق الثريا الإمارات بصراحة. أكيد الله يحفظك. صراحة صوتك صالح اليوم ما عليه كلام. شكرا، شهادة أفتخر فيها وأعتز. الله يخليك. والحين أحسنت حق صالح فريقي. لا لا ما عليه، الحين نسمع صوت مروة، شو رأيك؟ مروة؟ لا أنا على فكرة أنا بدرية. ما أغني بدرية. تفضلي بدرية. بنشوف فريقي الحين. شو بتغنينا بدرية إن شاء الله؟ أغني لكم لا تزيد المواجع بعد الميحة حمد. ميحة بعد. مصرع ميحة اليوم. مصرع. ما عندك مشكلة. قلبي صفحة الذكريات، لا تزيد المواجع خليني
تقلب بقلبي صفحة الذكريات. انت هالحب وانت من حياتي انتهيت، كل منا تخير له طريق الحياة. انت هالحب وانت من حياتي انتهيت، كل منا تخير له طريق الحياة. رسمتك في عيني أجمل الأمنيات، ولا جعلت القصيدة تبكي بكل بيت، ولا كتبت المشاعر من فؤاد وذات. اعتبرني محب في غرامك وفيت، ابعدت هالليالي عن عيونك ممات، او مجرد خيال غاب عنك وسليت، مر بالنوم واصبح في نهارك شتات. لا تزيد المواجع خليني قد نسيت، لا تقلب في قلبي صفحة الذكريات. انت هالحب وانت من حياتي انتهيت، كل منا تخير له طريق الحياة، كل منا تخير له طريق الحياة. ما شاء الله مروة، ما شاء الله عليك مروة. قلت لك انا من بداية متسلطن على صوتك فعلا. الحين بنرجع لنجم حلقتنا اليوم اكيد، وجلستنا لطارق المنهالي، الفنان اكيد طارق المنهالي. الله يعافيك. خبرنا شو رايك باصواتهم للفنانين الصاعدين بدريه وصالح، بعد ما استمعت لهم بعده الوان غنائيه، شو رايك باصواتهم؟ والله الاصوات ما شاء الله تبارك الرحمن جميله، اخوي صالح والاخت بدريه، وانتم كذلك منورين الكل متواجد، اخوي طارش والفرقه لهم اجمل تحيه اعيدها واكررها. اصوات اخواني ممتازة جدا، وينقصهم القليل فقط من التمرين يعني. نعم فقط القليل، قليل مو بوايد يعني، انا عاد اعطي املي من خبرتها اكيد الفنيه الكبيره، القليل فقط من التمرين. نعم. القفلات أكيد. الركوزات شوي يعني مو بوايد. نعم. شو رايك مروه قبل ما نطلع فاصل نسمع الفنان صالح؟ والله بسمعكم ان شاء الله هذه اغنيه غاليه علي صراحه، من كلمات الشاعر واخوي الشاعر سعيد المزيود، ومن الحاني قديمه شوي الاغنيه. من الحانك بعد؟ من الحاني. خذ نشوف. جميل صراحه، هو يعني دائما اكررها امسك العود دائما، مع انها قديمه لكن نزلتها في الاف ام، وان شاء الله تنال على اعجابكم. تفضل يا صالح. من قدر فرقاك وانت تسكن، من قدر فرقاك وانت تسكن، عرف انه مات وفراقك صعب، الزمان يصير الزمان يصير تعداد أزمنا، شوفني ريشة على باب المهاب، والشوف قلو ناظر العين ما مال من صورتك يا نور عيني وعيني، أصعب سؤال أني فقدتك بلا حال، ولا أقدر أرجع شي بينك وبيني، تسلبني أشواقي عطاريك وانهال، دمع غزير ما يطفي حنيني، أذكر صباح الورد مبتل بالطار وانت يسارك واتفارك.
اخذ الروح طوال والدمع جراح مجمعي وجنتيني كل شيء يبعد عن عيوني ويا رحال الا بعدك فجر الحزن فيني الايام تمضي والسنين تتبدل وذكراك عندي كل ساعه وحيني حبك رذاذ الحب يا الحب الاول يا روح روحي ونرجس ويا سبيل اورد سحاب تلحف دافى الجاد الظلامك عالغصين اللذيني مثل الحرير الناعم اللي تسرسل من غرتك قطع نص الجبيني ورمش الظليل كل ما رف ظلال وكل ما يسلم تختلط في سنيني يعني عبارة كل ما قل دلال ما شاء الله مروة. ما شاء الله صالح. بس بقول لك شيء على فكره حبيت اللحن طالما ان الحانه انا بعد صراحه سلطنت مع صوته صراحه والله اي والله الحمد لله بين صوتك باللون اللي انت يعني صحيح لان هذا من فضله يعني انا كنت اعزائي المشاهدين بس بغيت اذكركم مواقع التواصل الخاصه بالبرنامج هاشتاج جلسات اندرسكور شبابيه لا تنسون تتفاعلون مع الضيوف والفنانين الموجودين معنا الحين بننتقل لفاصل عقبه بنكون مع اغاني الحادثه والعاطفيه خليكم ويانا رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل مع ضيفنا الفنان طارق المنهالي والفنانين بدرية وصالح الشحي أكيد محمد قبل ما نبدأ أي شيء بنرجع حق بدرية شو رأيك؟ ما عندك مشكلة أكيد فريق دامك أنت أكيد يلا خبرينا شو بتغني لنا اليوم؟ بغني لكم دار زايد يلا الله يا دار زايد كيف محلاها يا ناس حلوه وقلبي مغرم فيها كنا القمر يوم يظهر من محياها في غاية الحزن يرحم كف بانيها Thank you.
فداها ابدي الذي بعت لي من فوق كرسيها شوفوا زعيم حضنها كيف خلاها اغلى واحلى من الدنيا وما فيها الله هي دار زايد كيف محلاها يا ناس حلوة وقلبي مروة؟ ما شاء الله ما يحتاج تعليق يعني صح؟ أكيد الله زايد ويغمد ثراها بينا آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب, أحسنتي. آمين يا رب. مروة بما أنا خليتي بدري تغني أنا بخلي صالح الحين يلا لأن فريقك بعد أكيد يلا أكيد تفضل صالح الروح الرياضية شايف اليوم هذه أغنية بعد تراثية إماراتية من أغاني مروة من كلمات سالم الجمري تفضل يا رب صالح أحسنت أحسنت يا شيح بعد أحسن شكراً وياهم وياهم الفريقين طارق. فايزين اليوم مروة بس أنا بقول لك شيء شو يعني بصراحة كلمة حق الفنان صالح كان كل ما تغني بدرية تشوفها يصفق ويشجع عنده روح رياضية لاحظت هالشيء يعني وبروحه يدعمها ولازم لازم الفنانين أخوي يكون عندهم روح رياضية يعني هو التنافس لا. الشريف هذا اسمه صحيح ضروري يعني بالضبط. لو قعدوا كل واحد يتحبس منه والله بيغني أحسن من الثاني ما مشكلة صحيح كان ما أتمنى للكل الخير والتوفيق بالعكس أنا أحب بالعكس صوتها جميل جدا يعني صوتها جميلة نعم وهي بعد كانت متفائلة معك بعد والحين من فنانين الصاعدين إلى فنانة أكيد اللي لها خبرة طويلة في عالم الفن في بدايات الله يعافيك في بدايات أي فنان من الممكن أنه يختار من الممكن أنه يطيح بفخ اللي هو أنه يختار أي أغنية بسبب أنه أو بهدف الانتشار لكن أنت في بداياتك كان عندك الحرص على انتقاء الكلمات والألحان والأغنية أيضا خبرنا من وين جت هذه الخبرة مع أنك كنت في بداياتك والله يا أختي الكريمة هي ما جت هي مكتسبة فعلا لأننا إحنا أعمارنا بالعمر الحديث العمر نعم. الشاب اللي هو من عمر مثلا المراهقة من 18 سنة إلى عمر 29 28 سنة الواحد بعده يعتبر نفسه طايش لكن أنا الحمد لله تداركت أني كنت في مدرسة بيت العود العربي نعم الأستاذ نصير شمع أبدا ما قصر معي كنت أشاور اكتسبت منهم هذه الخبرة نعم الأستاذ نصير شمع والثقافة الفنية أيضا نعم أستاذ
نصير شمة، وفيصل الساري أستاذي بعد أوجه له تحية. نعم. وبعد من ضمن أساتذتي اللي هو الأستاذ فيصل الساري لحن لي أغنية اللي هي عاصفة الحزم اللي فاتت. كنت حريص جدا حتى على اختيار أسامي الملحنين. قلت لك أختي أنا أرد نص يعني أنصح الشباب ربعي اللي هم من المواهب اللي أكيد متقدمة. وهذه نصيحة لفنانين دائما اللي تحبه أنت كفن تشعر أن أنت لامع فيه. نعم. حاول أنك تقترب منه لأنك تركب السهل راح يكون صعب. أكيد وصلنا الحين محمد لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما نختم أبا كلمة منك بدرية لكل مشاهدينك الحين على قناة الظفرة. أتمنى أني بس أكون ضيفة خفيفة عليكم قبل ما نروح نختم برنامجنا. إذا حابين صوتي يدعموني أكيد، بس هالكلمة اللي حبيت أقولها وأنا سعيدة بوجودي معك. ونحن أسعد أكيد. فنانة صالح والله أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، وأشكر الفرقة بعدني بشكر الفرقة الشباب اللي كلنا نشكرهم صراحة. أكيد ما شاء الله عليهم، الله يعطيهم العافية. صحيح. وأديت وطبعا والواحد ما يقيم نفسه طبعا. صحيح. الجمهور يقيمه إن شاء الله. أكيد. ما قصرت في شيء وإن شاء الله أعجب الجمهور إن شاء الله. إن شاء الله يعني. صحيح. في شريحة من الجمهور هذا. نعم. يتحب هذا اللون. صحيح. مروه حين ننهي حين شرايط. بس أنا قبل ما أنهي بس الأستاذ طارق نصيحة سريعة للفنانين الصاعدين. أنصحكم الدرب قدامكم طويل، عليكم باللا يأس وعدم يعني دائما المعنويات لازم تكون عالية بغض النظر لك جمهور ما لك جمهور، ترى كل يعني فكر بكل الفنانين اللي قبلك، كل الناس القاعدة الجماهيرية ما تنبنى بالساهل يعني. صحيح. الجمهور ما يجي بالساهل. وأنا أضم صوتي لصوتك. سوري سوري ما عندك مشكلة ما محمد، لكن مشوار الألف ميل أكيد يبدأ بخطوة فأكيد خليوها في بالكم يعني. حلو. صحيح. لو طلعتوا من قناة الظفرة بعشرة 15 واحد الله يعطيك. فنانة طارش تقدم لهم نصيحة. طبعا انا انصحهم بالممارسه والمثابره والاصرار مثل ما تفضل الفنان طارق. طبعا قالكم الدرب قدامكم طويل، فبالتالي يحتاج الى ممارسه واصرار على ان في يوم من الايام تكونون نجوم يعني من نجوم الفن الخليجي ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. اكيد مشاهدينا وصلنا الحين لنهايه حلقتنا لليوم، تابعونا الاسبوع الجاي مثل اليوم. محمد ذكرهم كيف من الممكن انهم يدعمون فنانين الصاعدين. بالضبط. لا تنسون تتواصلون مع الفنانين وتدعمونهم انتم بروحكم عن طريق الهاشتاج جلسات اندرسكور شبابيه. ومروح قبل ما ننهي بما ان عندنا الفنان طارق خلينا نستغل وجوده وننهي على صوته. ايش رايك؟ اكيد. بنشكر كل ضيوفنا في حلقتنا لليوم اكيد، والفرقه الموسيقيه وايضا الجنود المجهولين. بالضبط. قلبي عليك التاع ما يحتمل غيبتك ليلة. أيوه قلبي عليك التاع ما يحتمل غيبتك ولا ليلة. أيوه قلبي عليك التاع. عليك ال